أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما أدراك ما ليلة القدر. تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے.